الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، نقدم لكم النهاردة تمرين جديد وعشب جديد، تمرين هنقوي بيه عضلات، هنلين بيه مفصل، وهنقدم معاه عشب جديد عشان نعرف إزاي نستخدمه يكون وقاية وعلاج لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمرين جديد وعشب جديد. النهاردة تمريناتنا برضو على تقوية عضلات الظهر. عضلات الظهر ناس كتير بتسأل عنها، خشونة الفقرات وعرق النسا والفقرة الرابعة والخامسة. النهاردة نقدم لكم تمرين يقال عليه من وضع الرباعي أو وضع القط. القط الواحد على إيده وركبته. دلوقتي هيورينا دلوقتي أخونا الأستاذ حمدان إزاي بيجي يبدأ التمرين ده. بنبدأ بالتدرج بتقوية الجزء العلوي، يعني دلوقتي بيحرك عضلات الذراع، الذراع الاول وببطء وبعدين ينزل، الذراع الثاني وببطء يرجع ثاني، يتم 10 عدات. وبعدين نبدا بعد العشر عدات باستخدام عضلات الرجلين. يبدا بالعضلات الرجلين دلوقتي الكابتن حمدان، ويبدا فوق في وضع ثبات ولو للحظه. 1 2 3 ينزل يغير، 1 2 3 وينزل. بعدين هيبدأ في وضع يشغل فيه الإيد مع الرجل في آن واحد. طبعا الناس هيقولوا ده تمرين صعب، بس يا ريت نكون شاهدنا حلقات المرة اللي فاتت، عملنا فيها الإيد وعملنا فيها الظهر من أوضاع مختلفة. والنهاردة بنيجي للوضع اللي نقول متعب شوية ولكن مريح بفضل الله لو اتبعناه. طبعا الوضع ده بيأهلنا للسجود، النزول على الإيد والركبتين، وبيخلينا نقدر نسجد على الأرض بإذن الله تعالى. أحبائي في الله، تمرينات جديدة نتمنى من الله عز وجل أن ربنا ينفعكم بيها، وكل يوم تمرين وكل يوم عشب جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهاردة هنتكلم عن عشب ناس كتير جدا تديله أسماء مختلفة. عشب النهاردة اسمه العصفر، بعض الناس تسميه القرطم، بعض الناس تسميه البهرمان، وبعض الناس بتسميه الزرد. ليه بقول الأسماء المختلفة؟ إن كثير من إخواننا في الدول العربية يقول لك أنا في سوريا بنسميه الزرد، إحنا في المغرب العربي بنسميه بهرمان، يمكن في السعودية قرطم، وإحنا في مصر بنسميه عصفر. لأن لون هذا العشب من الألوان الزاهية يستخدم لتلوين كصبغ للجلد. بنقول يستخدم بهذه الأسماء يعني الكثيرة. بعض الناس يجدوا أن ورق العصفر يشبه ورق الزعفران، بيصنع منه كثير من المواد، بنقول التجميل الطبيعي. كانوا النساء زمان طبعا العصفر يستخدموه في يحمر الخدود والشفايف. العصفر الآن بيستخدم في الطب في علاج البهاء اللي هو الاختفاء الصبغات من الجلد. علاج البهاء باستخدام العصفر بقى منتشر الآن في العالم. ممكن نستخدمه أيضا لعلاج حكة الجلد. يستخدم مغلي العصفر تطيب ريحة الفم. في بعض الناس يقولوا عندنا رائحة فم مش طيبة، فنقول لهم العصفر من الأشياء الجميلة اللي ممكن تستخدموه إذا اتاخد كمضمضة مرتين في اليوم. بيستخدم أيضا بتخفيف آلام العادة الشهرية عند النساء لو استخدموها قبل الحيض بأسبوع وأثناء الحيض أيضا، بيعالج انتفاخات القولون وعلاج القرح. ويستخدم زيت العصفر في خفض نسبة الكوليسترول في الدم. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض، وإلى لقاء مع عشب جديد.